السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو سنقوم بإنجاز تصحيح التمرين الدوال باك 2010 الدورة العادية شعبة العلوم التجريبية. إذا هو التمرين الخامس، إذا كانت عليه 8 ديال النقاط. التمرين يتكون من جزئين وفيه كذلك السؤال ديال التأمل. إذا السؤال الأول، نعتبر الدالة العددية جي المعرفة على ار بما يلي: جي دو اكس تساوي 1 زائد 4 اكس لاكس بودية جوج اكس. السؤال بين ان جي بريم دو اكس تساوي، اذا اول حاجة خصنا نقول بان دالة جي هي دالة قابلة للاشتقاق على ار. اذا دالة جي كما كتشوفوا، الدالة جي هي عبارة عن مجموع وجداء ذوال قابلة للاشتقاق. إذا ضروري خصني نقول الجملة هذه: الدالة جي قابلة للاشتقاق على R، ومن بعد غنحسب الدالة المشتقة. إذا ليكون X تنتمي إلى R، إذا كنحسبو جي بريم دو إكس، إذا 1 زائد 4 إكس ليكسبو ديال جوج إكس، إذا مجموع دالتين قابلتين للاشتقاق، إذا الشقة ديال 1 هي صفر، الاشتقاق ديال 4 إكس جوج إكس. إذا حنا كنعرفو بأن الاشتقاق ديال ك إف هو ك اف بريم، اذا الاشتقاق اذا هو 4 عامل اكس ليكسبو ديال جوج اكس. اذا جي بريم اكس، هنا عندنا جداء دالتين مكتوب على شكل او في، اذا الاشتقاق ديال الجداء دونك كنديرو الاشتقاق ديال او بريم في زائد في بريم او، إذا 4 عامل الشقاق ديال إكس في ليكسبو ديال جوج إكس زائد إكس الشقاق ديال جوج إكس. إذا 4 عامل الشقاق ديال جوج إكس بريم هو 1، إذا كيبقى ليكسبو ديال جوج إكس زائد إكس الشقاق ديال أ إكس بشكل عام ديال ليكسبو ديال أ إكس هو أ ليكسبو ديال AX. إذا هنا يكون جوج ليكسبو ديال جوج إكس. إذا 4 عامل، إذا كيمكن لي نعمل بجوج إكس، إذا في هذا الحد كيبقى لنا 1، هنا غيبقى لنا جوج إكس، إذا عملنا ليكسبو ديال جوج إكس، وبالتالي حصلنا على النتيجة. إذا مهما يكون إكس كتنتمي إلى R، جي بريم دو إكس كتساوي 4 عامل 1 زائد جوج إكس ليكسبو ديال جوج إكس. السؤال الثاني، بين أن الدالة جي تزايدية على المجال ناقص 1 على جوج زائد لا نهاية، وتناقصية على المجال ناقص لا نهاية ناقص 1 على جوج. إذا لدراسة رتابة الدالة خصني ندرس إشارة جي بريم. إذا 1 جوج، إذا لدينا مهما يكون إكس كتنتمي ل R، جي بريم دو إكس كتساوي 4 عامل جوج إكس زائد 1 ليكسبو ديال جوج إكس. إذا لدينا كذلك ماذا؟ إذا حنا إشارة جي بريم كنحيدو العوامل اللي كتكون موجبة، إذا لدينا 4 ليكسبو ديال جوج إكس، هادي أكبر قطعا من الصفر، يعني مهما يكون إكس كتنتمي ل R، يعني الجداء دائما موجب قطعا. إذا إشارة جي بريم هي إشارة ماذا؟ هي إشارة هاد التعبير هذا اللي بقى. إذا إشارة جي بريم هي إشارة
جوج إكس زائد واحد على R. إذن دابا غادي ندرسو الإشارة ديال هاد التعبير هذا. إذن الواحد إن المعادلة إذن جوج إكس تساوي ناقص واحد، أي أن إكس تساوي ناقص واحد على جوج. إذن كندير واحد الجدول كندير فيه الإشارة ديال جوج إكس زائد واحد، إذن كاين عدم في ناقص واحد على جوج. إذن على اليمين إشارة أ اللي هي جوج، وعلى اليسار العكس إشارة أ. إذن على المجال إذن على المجال ناقص لا نهاية أو لا ناقص واحد على جوج زائد لا نهاية لدينا، إذن على هذا المجال لدينا جوج إكس زائد واحد أكبر أو تساوي صفر. إذن جي بريم دو إكس حتى هي موجبة، وبالتالي الدالة جي تزايدية على هذا المجال، على المجال ناقص واحد على جوج زائد لا نهاية. بنفس الطريقة على المجال اللي يبقى لنا هو ناقص لا نهاية ناقص واحد على جوج. إذا لدينا جوج إكس زائد واحد أصغر وتساوي صفر. إذا جي بريم حتى هي أصغر وتساوي صفر، وبالتالي جي دالة تناقصية على المجال ناقص واحد على جوج زائد على المجال ناقص لا نهاية ناقص واحد على جوج. السؤال الموالي بين أن جي موان زان دومي تساوي، إذا كنحسبو إذن واحد ثلاثة آلاف غادي نحسبو جي موان زان موان زان دو، إذن غادي نعوضو في الدالة جي دو إكس. إذن هي جي هي واحد زائد أربعة مضروبة في ناقص واحد على جوج مضروبة في ليكسبو ديال جوج في ناقص واحد على جوج. إذن واحد زائد كنختزلو هنا بجوج كيبقى لنا ناقص جوج، ليكسبو ديال دونك جوج في ناقص واحد على جوج، إذن هي ناقص جوج على جوج هي ناقص واحد. إذن واحد ناقص جوج ليكسبو ناقص واحد هي واحد على أو، إذن هي جوج في واحد على أو أي جوج على أو. إذن هذه هي النتيجة المطلوبة. ثم تحقق أن جي موان زان دومي أكبر قطعا من الصفر. إذن أول حاجة غادي نوحد المقامات باش نبسط الكتابة. إذن المقام الموحد هو أو، إذن أو على أو ناقص جوج على أو أي أو ناقص جوج على أو. إذن كنعرفو بأن أو عدد كيساوي تقريبا جوج فاصلة سبعة، إذن لدينا أو ناقص جوج، إذن أو كيساوي تقريبا جوج فاصلة سبعة ناقص جوج غيعطينا صفر فاصلة تقريبا سبعة، إذن هاد الفرق هو أكبر قطعا من الصفر. ولدينا أو أكبر قطعا من الصفر، أي أن واحد على أو حتى هي راه أكبر قطعا من الصفر. إذا كان عندنا عدد موجب فالمقلوب ديالو دائما عدد موجب، إذن أو ناقص جوج على أو، إذن جداء عددا موجبا هو عدد موجب، وبالتالي جي ديال ناقص واحد على جوج أكبر قطعا من الصفر.
إذا السؤال 1 3 باء يستنتج أن جي دو إكس أكبر قطعا من الصفر مهما يكون إكس كينتمي لآر. إذا هذا السؤال هذا كيمكن لي نجاوب عليه بعدة طرق، من بين الطرق ولا أسهلها كنستعملو فيه القيمة القصوى. إذا حنا كنعرفو بشكل عام، إذا كانت عندنا واحد الدالة جي، إلا كانت هاد الدالة هادي منحى التغيرات ديالها كيتغير بجوار واحد إكس زيرو، يعني الدالة مثلا تزايدية على هذا المجال وتناقصية على هذا المجال، وهنا عندنا جي ديال إكس زيرو، فالدالة جي تقبل قيمة قصوى في جي ديال إكس زيرو. ما معنى تقبل قيمة قصوى؟ يعني أن مهما يكون إكس كينتمي لهذا المجال، فالجي ديال إكس دائما أكبر من جي ديال إكس زيرو. والعكس إلا كان عندنا الدالة على هذا الشكل هذا تناقصية وتزايدية، إذا في الحالة فالدالة تقبل قيمة دونية، يعني مهما يكون إكس كينتمي لهذا المجال فجي دو إكس كتكون أكبر أو تساوي جي ديال إكس زيرو. حنا غنطبقوها في الحالة اللي عندي. إذا حنا عندنا الدالة جي تناقصية على المجال ناقص للنهاية ناقص واحد على جوج، وتزايدية على المجال ناقص واحد على جوج زائد للنهاية. إذن فالدالة تقبل قيمة دونية في ناقص واحد على جوج. إذن شنو غادي نقول؟ الدالة جي تزايدية أو تناقصية على ناقص النهاية ناقص واحد على جوج، وتزايدية على المجال ناقص واحد على جوج زائد النهاية. إذن جي ديال ناقص واحد على جوج قيمة دنيا للدالة جي على ار. شنو كتعني هذه الجملة هذه؟ كتعني مهما يكون اكس كينتمي لار، فالجي ديال اكس اكبر او تساوي جي ديال موان زان دو. اذا دائما هذا السؤال كيتحط، وبالتالي كيمكن لي نجاوب بهذه الطريقه وهي اسهل طريقه. خصني غير نضبطها مزيان ونفهم كيفاش كتخدم. اذا حنا باغيين نبينو انها اكبر قطعا من الصفر. اذا حنا بينا بان حنا مهدنا لهذا السؤال بالسؤال السابق، ما بينا بان الجي موان زان دومي اكبر قطعا من الصفر. اذا وبما ان الجي ديال موان زان دومي اكبر قطعا من الصفر، فإن مهما يكون إكس كينتمي لآر، إذن جي دو إكس أكبر قطعا من الصفر. إذن هذه أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي حتى جي دو إكس ستكون أكبر قطعا من الصفر. السؤال الجزء الثاني، لتكون إف الدالة العددية المعرفة على إر بما يلي. إذن وليكن سي المنحنى الممثل لإف في معلم متعدد ومنظم، احسب ليميت ديال إف في بلوس لانفيني، ثم بين أن ليميت ديال إف موال لانفيني كيساوي لنا موال لانفيني. نذكر أن إذن غادي نبداو بحساب النهاية في بلوس لانفيني. إذن لا ليميت ديال إف دو إكس بلوس لانفيني، إذن لا ليميت ديال جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس زائد إكس زائد واحد. إذا نديرو التعويض المباشر، تذكرو بأن لا ليميت بلوس لانفيني كتساوينا بلوس لانفيني، ولا ليميت ديال ليكسبو في موال لانفيني كتساوينا زيرو. النهايات الأساسية خاصها تكون مضبوطة مزيان. إذا دابا غادي نديرو التعويض المباشر. إذا لعوضنا هنا غيجينا بلوس لانفيني، ليكسبو دو بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، إذا بلوس لانفيني إكس حتى هي بلوس لانفيني زائد واحد. إذا هنا غتكون بلوس لانفيني زائد بلوس لانفيني، إذا هي بلوس لانفيني. إذا نديرو التبرير، لأن لا ليميت
ديال جوج إكس ناقص واحد بلس انفيني، إذن هي بلس انفيني. ولا ليميت ديال ليكسبو ديال جوج إكس بلس انفيني، إذن هي بلس انفيني. الآن دابا الناحية الثانية، لا ليميت في موان لانفيني. إذا لا ليميت ديال جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس زائد واحد، نديرو كذلك التعويض. إذا هاد الجزء هدا إلا عوضنا غيجينا جوج موال لانفيني، دونك هي موال لانفيني، موال لانفيني ناقص واحد هي موال لانفيني، ليكسبو موال لانفيني هي زيرو، موال لانفيني زائد واحد هي موال لانفيني. إذا هنا كيبان لنا بأن هذا فورم انديتيرميني، شكل غير محدد، إذا التعويض المباشر ما كيعطيش نتيجة، إذا هنا خصنا نحيدو التعويض المباشر، أولا يعني نغيرو من الشكل ديال من التعبير ديال الدالة باش يمكن لي نحيد هاد لا فورم انديتيرميني. إذا شنو غادي ندير؟ غادي ندير النشر. إذا غادي ننشر، إذا لا ليميت جوج إكس مضروبة في ليكسبو ديال جوج إكس ناقص واحد في ليكسبو ديال جوج إكس زائد واحد. لاحظوا بأن عطينا واحد تذكير لا ليميت ديال U ليكسبو ديال U، إذا كتساوي لنا زيرو عندما تؤول U إلى موان لانفين. هنا عندنا اكس تؤول هنا عندنا جوج اكس، اذا شنو غادي ندير هنا؟ غادي ندير تغيير المتغير باش نرجعها على هذا الشكل هذا باش يمكن لي نطبق هذه العلاقه اللي عندي هنا. شنو هو التغيير المتغير؟ اذا نضع، اذا باش يولي عندنا او هنا كنوضعوا هاد جوج اكس كتساوي لنا او، اذا عندما تؤول اكس الى موال لانفيني U تؤول كذلك إلى موان لانفين، بالتالي لا ليميت ديال F كيرجع على هذا الشكل هذا. إذا هنا باش نرجع جوج إكس راه كيمكن لي نضرب في جوج ونقسم على جوج، إذا لا ليميت ديال F دو إكس، إذا هنا كتولي U تونفير موان لانفيني، لا ليميت، إذا كيولي هنا U ليكسبو ديال U، U ليكسبو ديال U ناقص ليكسبونونسيال ديال U كذلك، هنا كذلك زائد U على جوج زائد واحد. دابا غادي نديرو التعويض، إذا هاد لا ليميت هادي كتعطينا في موال لانفيني كتعطيني زيرو، ليكسبو د موال لانفيني حتى هي كتعطينا زيرو، زائد U على جوج إذا عطينا موال لانفيني زائد واحد، إذا هادشي كامل كيعطيني موان لانفين. السؤال الموالي بين أن F بريم دو إكس كتساوي لنا جي دو إكس، إذا خصني نحسب F بريم دو إكس، إذا لو نبين، إذا جوج جوج لو نبين أن f بريم دو اكس كتساوي جي دو اكس، يعني غنحسبو f بريم دو اكس. اذا لدينا f قابله للاشتقاق ولا تقبل الاشتقاق على r، علاش؟ لان هي مجموع وجداء ذوال قابله للاشتقاق، هذه داله قابله للاشتقاق والاكسبو كذلك داله قابله للاشتقاق على r، اذا ليكون x من r، إذا كنحسبو f بريم دو x، إذا هو الاشتقاق ديال جوج x ناقص واحد ليكسبو ديال جوج x زائد واحد. إذا الاشتقاق ديال هاد الجداء الشقاق ديال إكس اللي هو واحد، الشقاق ديال واحد صفر. هنا عندنا جداء يعني U في V،
إذا هو الانشقاق ديال جوج إكس ناقص واحد بريم في الانشقاق ديال جوج إكس زائد، ماشي ناقص لأن بزاف اللي كيديرو ناقص، ناقص كتكون عندنا مي كتكون عندنا أو على في، مي كتكون أو في في كتكون أو بريم في زائد في بريم. إذا زائد ماذا؟ زائد جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس بريم زائد واحد. إذا الانشقاق ديال هاد التعبير كيعطيني هو جوج ليكسبو ديال جوج إكس، الانشقاق ديال ليكسبو ديال جوج إكس هو جوج في ليكسبو ديال جوج إكس، إذا هي جوج في ليكسبو ديال جوج إكس. إذا داك جوج غنكتبها في اللول ديال الجداء زائد واحد. إذا دابا غادي نعملو بليكسبو ديال جوج إكس، غنعمل غير في هاد الجزء هذا. إذا غيبقى لينا إف بريم دو إكس كتساوي لينا جوج زائد جوج عامل جوج إكس ناقص واحد في ليكسبو ديال جوج إكس زائد واحد. إذا جوج، إذا جوج في إكس هي ربعة إكس، جوج في ناقص واحد هي ناقص جوج زائد واحد. إذا جوج بشات مع ناقص جوج كتبقى لنا ربعة إكس في ليكسبو ديال جوج إكس زائد واحد، وهاد التعبير هذا راه هو جي ديال إكس. إذا مهما يكون إكس كتنتمي لآر فإف بريم دو إكس تساوي جي دو إكس. تتم السؤال ويستنتج أن إف تزايدي قطعا على إر. إذا حنا سبق لينا باش بينا في السؤال واحد، يعني في الجزء الأول في السؤال واحد واحد ربعة، بأن الدالة بأن الجي موجبة قطعا. إذا واحد ثلاثة باء، إذا حسب السؤال واحد ثلاثة باء لقينا بأن لدينا مهما يكون إكس كتنتمي لآر جي دو إكس أكبر قطعا من الصفر. إذا مهما يكون إكس كتنتمي لآر فا إف بريم دو إكس أكبر قطعا من الصفر. إذا إف تزايدية على R. سؤال جوج ثلاثة ألف، أحسب الليميت ديال إف لإكس لإكس بلس إنفيني واستنتج أن السي يقبل فرع الشجمين في اتجاه محور الأراتيب. إذا غادي نحسبو لا ليميت بلس إنفيني، إذا لا ليميت ديال إف لإكس على إكس بلس لانفيني، إذا هو لا ليميت ديال جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس زائد إكس زائد واحد على إكس. بطبيعة الحال حنا راه حسبنا لا ليميت ديال إف بلس إنفيني، كنا لقينا بلس إنفيني وفي إكس هو بلس إنفيني، دونك هذا غيعطينا شكل غير محدد. إذا خصني نحيد الشكل غير محدد من التقنيات اللي كنستعمل وهي تقنية التفكيك. إذا كيكون عندنا أ زائد ب على سي كنديرو أ على سي زائد ب على سي. إذا لا ليميت ديال هاد التعبير هذا جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس على إكس زائد إكس زائد واحد على إكس. إذا هاد التعبير هذا في حد ذاته يمكن لي كذلك، حنا ملي كيكون عندنا أ ب على سي يمكن لي نكتبها على شكل أ على ب في سي، ولا أ على سي في ب، ولا أ مضروبة في ب على سي، هادو كتابات عندهم نفس المعنى. إذا لا ليميت
ديال جوج إكس ناقص واحد على إكس، ليكسبو ديال جوج إكس زائد إكس زائد واحد على إكس. حنا دابا شنو غادي نديرو؟ غنحسبو لا ليميت ديال هاد التعبير، ومن بعد لا ليميت ديال ليكسبو، ومن بعد لا ليميت ديال هاد التعبير هذا. إذا لدينا لا ليميت ديال إكس زائد واحد على إكس، إكس زائد واحد على إكس هو التعبير ديال دالة جذرية، يعني الدالة الجذرية هي الدالة الحدودية على حدودية، حدودية على حدودية، هذي كتسمى الدالة الجذرية. إذا لا ليميت ديالها شنو كيساوي؟ لا ليميت ديال أكبر حد على أكبر حد، إكس على إكس، كنختزلو بإكس كيبقى لينا واحد. إذا ونفس العملية غادي نديرها بالنسبة لجوج إكس ناقص واحد على إكس. إذا كذلك حدودية على حدودية، إذا لا ليميت ديال جوج إكس على إكس، دونك هاد القاعدة كنستعملها فقط ملي كيكون عندنا النهاية في لانفين، سواء بلوس أو لا موال لانفين. إذا كنختزلو كيبقى لا ليميت ديال جوج اللي هو جوج، وبطبيعة الحال ليميت ديال ليكسبو بلوس انفيني هو بلوس انفين. اذا دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو. اذا لا ليميت ديال اف لي اكس على اكس بلوس انفيني، اذا لا ليميت هنا لقينا جوج، ليكسبو لقينا بلوس انفيني، و في الاخير ليكسبريسيون الاخير لقينا واحد. اذا جوج بلوس انفيني زائد واحد هي بلوس لانفين. الاستنتاج هو التأويل الهندسي ديال هاد النتيجة هذه. اذا بما ان اذا لقينا لا ليميت ديال اف بلوس انفيني لقيناها بلوس انفيني، وكذلك لا ليميت ديال اف لي اكس على اكس بلس انفيني لقيناه بلس انفيني، فإن سي يقبل فرعا شرجميا في اتجاه محور الأراتيب، نقدر نزيدو بجوار بلس انفيني، يعني عندما تؤول اكس الى بلس انفيني. الآن دابا السؤال الموالي، أحسب الليميت ديال اف لإكس ناقص إكس زائد واحد في بلوس لانفيني، ثم استنتج أن المستقيم يكاد كتساوي إكس زائد واحد مقارب بالمنحنى موال لانفيني. إذا غنحسبو لا ليميت ديال اف لإكس ناقص إكس زائد واحد موال لانفيني. إذا لا ليميت ديال جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس زائد إكس زائد واحد ناقص إكس زائد واحد. إذا إكس زائد واحد ناقص إكس زائد واحد صفر، كيبقى لا ليميت ديال جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس. إلا درنا التعويض المباشر غيعطيني زيرو، غيعطينا الشكل غير محدد عفوا. اذا لعوضنا هنا غيعطينا موال لانفيني، وليكسبو موال لانفيني هو زيرو. اذا غادي نديرو النشر. اذا جوج اكس مضروبه في ليكسبو ديال جوج اكس ناقص واحد في ليكسبو ديال جوج اكس، انا سبق لينا في سؤال سابق باش حسبنا باش درنا التعويض او التغيير المتغير. اذا لا ليميت ديال او ليكسبو ديال او او تونفير موال لانفيني موان ليكسبو ديال او، دونك هنا شنو درنا؟ عوضنا او بجوج اكس باش نطبقو عليها القاعده. اذا لا ليميت ديال او ليكسبو ديال او هذه نهايه مرجعيه، اذا النهايات الاساسيه، اذا خاصها تعطينا زيرو ناقص وليكسبو موال لانفيني هو زيرو، كذلك زيرو. إذا نحن حسبنا لا ليميت ولقيناه كيساوي زيرو.
يستنتج أن المستقيم Y كتساوي لنا X زائد واحد مقارب للمنحنى بجوار مؤلفين. إحنا عندنا واحد الخاصية كتقول لنا إذا كان عندنا لا ليميت ديال F لي إكس في بلوس ولا في مؤلفين ناقص واحد أ إكس زائد بي، لكن كيساوي لنا زيرو، فكنستنتجو بأن Y بأن هذا المستقيم هذا هو مقارب مائل بجوار بلوس انفين. إذا بما أن لا ليميت ديال اف لي اكس ناقص اكس زائد واحد في مول انفيني كيساوي، إذا بما أن كيساوي لنا زيرو، فإن هذا المستقيم هذا اللي سميناه دلتا مقارب للمنحنى بجوار مؤلفين. الآن دابا السؤال الموالي، سؤال جيم، حدد زوج إحداثيات نقطة تقاطع دلتا واسي. إذا لتحديد زوج إحداثيات تقاطع دلتا اللي هو مستقيم مع المنحنى، نحل المعادلة إف لي إكس تساوي إكريك. إذا تحديد زوج إحداثيات نقطة تقاطع دلتا واس. إذا نحل المعادلة، والحل اللي غادي نلقاو كيكون هو أفات هذا التقاطع. إذا نحل المعادلة إف لإكس تساوي إكريك، وإكريك هي معادلة هذا المستقيم. إذا إف لإكس تساوي إكس زائد واحد، إذا تكافئ ماذا؟ إذا جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس زائد إكس زائد واحد تساوي إكس زائد واحد. إذا لاحظوا بأن هاد لوتيرم هذا كله غادي نديه ليه باش نتخلص منه. إذا إكس ليكسبو ديال جوج إكس، إذا إكس زائد واحد دينا هاد الطرف التاني رجعات ناقص إكس زائد واحد زائد إكس زائد واحد. إذا عدد المتقابلات المجموع زيرو، إذا قلنا جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس، إذا إكس ناقص واحد تساوي صفر. علاش؟ لأن هنا كيكون عندنا جداء، كيكون عندنا جداء كيكون إما أ كتساوي لنا زيرو أو ب كتساوي لنا زيرو. حنا عندنا ليكسبو دائما يخالف الصفر، إذا لأن ليكسبو دائما يخالف الصفر، دائما أكبر قطعا من الصفر. إذا إكس تساوي جو إكس تساوي واحد، يعني أن إكس تساوي واحد على جوج. إذا هذاك الحل اللي لقيناه هو أفصول نقطة التقاطع. إذا أفصول نقطة التقاطع إذا هو واحد على جوج. ولا بغينا نلقاو الأرتوب غادي نحسبو إف واحد على جوج، وأرتوبها إف ديال واحد على جوج. إف واحد على جوج إلا حسبنا غادي نعوضو في الدالة إف، فنلقاو ثلاثة على جوج. إذا إلا عوضنا هنا غادي نلقاو جوج في واحد على جوج ناقص واحد ليكسبو ديال جوج في واحد على جوج زائد واحد على جوج زائد واحد. إذا جوج في واحد على جوج هي واحد، واحد ناقص واحد صفر، دونك صفر في هذا التعبير هذا كيمشي صفر. إذا شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا واحد على جوج زائد واحد. إذا واحد على جوج زائد واحد هي ثلاثة على جوج. إذا النقطة غتكون هي واحد على جوج ثلاثة على جوج، النقطة التي إحداثيتها واحد على جوج، وبالتالي النقطة نسميها أش، واحد على جوج ثلاثة على جوج. إذا هي نقطة
تقاطع دلتا و سي. الآن دابا في الشق الثاني ديال السؤال، بين أن السي يوجد أسفل دلتا على مول الانفين واحد إلى جوج، وفوق دلتا على واحد إلى جوج بلس الانفين. يعني كان ممكن يقولوا لنا السؤال آخر ولا بصيغة أخرى، أدرس الوضع النسبي للسي ودلتا. إذن لدراسة الوضع النسبي ولا باش نحدو باش نعرفو بأن الدلتا فوق السي أو العكس، خصني نحدد الإشارة ديال الفرق ديالهم. إذا حنا حسبنا الفرق ولقيناه كيساوي لنا هاد التعبير هذا. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نحسبو الفرق. إذا غادي نحسبو الفرق ديال اف دو اكس ناقص إيكغيك، أي ناقص المعادلة ديال إكس زائد واحد. إذا اللي حسبنا الفرق فغادي نلقاو هو جوج إكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج إكس. إذا دابا غادي ندرسو إشارات الفرق. إذا لدينا مهما يكون إكس كتنتمي لآر، ليكسبو ديال جوج إكس أكبر قطعا من الصفر. إذا إشارة f لي x ناقص زائد واحد هي إشارة جوج x ناقص واحد. إذن هاد جوج x ناقص واحد تساوي صفر. إذن جوج x كتساوي لنا واحد. إذن x هي واحد على جوج. يمكن لي نلخص هادشي في جدول. في داك الجدول غادي نديرو الإشارة جوج إكس ناقص واحد، والإشارة ديال الفرق ديال إف لي إكس ناقص إكس زائد واحد. إذا جوج إكس ناقص واحد كتنعدم في واحد على جوج، إذا على اليمين إشارة أ يعني بلوس، وهنا موان. حنا قلنا الفرق عنده نفس الإشارة ديال جوج إكس ناقص واحد، يعني غتكون هنا بلوس موان. اذا شنو كيعني هذا؟ هذا الفرق هذا موجب، يعني كيكون كتكون اكس كتنتمي للمجال ناقص لنهاية واحد على جوج. اذا على المجال هنا كيمكن لي ندير نكمل الجدول، ندير يعني الفرق او ندير التأويل الهندسي في الجدول، ولا يمكن لي نعبر عليه الجمل. اذا على المجال ناقص لنهاية واحد على جوج، لدينا الفرق اف لي اكس ناقص اكس زائد واحد هنا سالب. ما معنى سالب؟ اف لي اكس يعني صغر من اكس زائد واحد، يعني ان السي اف يوجد اسفل دلتا. اذا السي اف يوجد اسفل دلتا على المجال، هاد المجال هذا واحد على جوج زائد لنهاية. لدينا الفرق موجب. إذن سي اف يوجد فوق دلتا. إذن كان ممكن نلخص داكشي في جدول، ندير هنا الوضع النسبي. الوضع النسبي كنديرو اف، كنديرو الفرق، كنديرو اف لي اكس ناقص اكس زائد واحد. اذا كينعدم فاش واحد على جوج بلوس موان. هنا كنديرو الوضع النسبي. اذا هنا كيكون سي اف تحت دلتا، سي اف فوق دلتا، وهنا كيكون سي اف يقطع دلتا. سي اف يقطع دلتا في النقطة بطبيعة الحال
في هذه النقطة، هذه في النقطة التي أوصلها 1 على 2 اف 1 على 2. إذا السؤال الموالي بين أن y تساوي x هي معادلة لكاسي المستقيم دي مماس المنحنى. إذا 2 4 ألف غادي نحدد فيه معادلة المماس. إذا نعلم أن المعادلة الديكارسية للمماس دي في النقطة التي أفصلها إكس زيرو بشكل عام، معادلة المماس تكتب على هذا الشكل. إذن إيكغيك تساوي إف بريم إكس زيرو عامل إكس ناقص إكس زيرو زائد إف ديال إكس زيرو. هذه معادلة مماس واحد النقطة أفصلها إكس زيرو. إذن دابا خصنا نحسب إف بريم ديال، بالنسبة لينا حنا إكس زيرو كتساوي لنا صفر، أي خصني نحسب إف بريم صفر و إف ديال صفر. إذن لدينا إف ديال صفر، إذا حنا لقينا بأن إف بريم ديال إكس هي جي ديال إكس، إذا إف بريم ديال صفر هي جي ديال صفر. عند التعويض في الدالة جي دو إكس اللي كتساوي لنا 1 زائد 4 إكس ليكسبو ديال إكس، إذا اللي حسبنا جي ديال صفر، إذا 1 زائد 4 في 0 في ليكسبو ديال 2 في 0. إذا صفر مضروبة في ليكسبو صفر، إذا هاد التعبير كله عطاني صفر، كيبقى لينا 1. وكذلك خصنا نحسب إف ديال صفر، إذا إف ديال صفر عندنا إلا درنا التعويض المباشر نلقى 2 مضروبة في 0 ناقص 1، ليكسبو ديال 2 في 0 زائد 0 زائد 1. إذا 2 في 0 هي 0، كيبقى لنا ناقص 1، ليكسبو ديال 0 هي 1 زائد 0 زائد 1، إذا ناقص 1 زائد 1 إذا تساوي 0. دابا غادي نعوضو، نعوضو في المعادلة. إذا تي تساوي إيكغيك، إذا إف بريم ديال صفر عامل إكس ناقص صفر زائد إف ديال صفر. إذا إف بريم ديال صفر هي 1، إكس ناقص صفر هي إكس، إذا 1 إكس زائد إف ديال صفر صفر، إذا إيكغيك تساوي إكس. إذا هذه معادلة المماس في النقطة التي أفصلها صفر. الآن دابا السؤال ب، بين أن المنحنى السي، أن للمنحنى السي نقطة انعطاف أفصلها ناقص 1 على 2 وأرجوها غير مطلوب تحديده. نقطة انعطاف، إذا باش نحدد نقطة انعطاف خصنا أول حاجة نحسب إف دو بريم. إذا كانت إف دو بريم تنعدم في إكس زيرو مع تغيير الإشارة، إذا كانت عندي إف دو بريم كتنعدم في واحد إكس زيرو مع تغيير الإشارة، يعني بلوس موا ولا موا بلو ولا بلوس موا، إذا في هاد الحالة كنقول بأن الصفر يقبل نقطة انعطاف أفصلها إكس صفر. إذا 2 4 ب، إذا لتحديد نقطة الانعطاف نحدد النقط التي تنعدم فيها المشتقة إف دو بريم، يعني المشتقة الثانية بطبيعة الحال مع تغيير الإشارة بجوار هذه النقط. إذا مهما يكون إكس كتنتمي لآر، لدينا
اف دو بريم كما حسبنا سابقا لقيناها كتساوينا جي دو اكس. دائما حنا كنحاولوا نلقاو الطرق السهله، ما نديرش اف دو بريم ونبدا نحسب، اذا نستغل النتائج السابقه. حنا حسبنا اف بريم ولقيناها كتساوينا جي دو اكس. اذا مهما يكون اكس كتنتمي لار، اف دو بريم دو اكس شنو كتساوينا؟ هي جي بريم دو اكس، يعني كندير الانشقاق ديال الداله جي بريم. اذا الداله جي بريم الانشقاق ديالها حتى هو راه محسوب، حسبناه في السؤال السابق، السؤال الجزء الاول دونك حسبناه. اذا لقينا الانشقاق بانه 4 جوج اكس زائد 1 ليكسبو ديال جوج اكس. اذا اف دو بريم تنعدم، هذه اف دو بريم تنعدم في اول شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو اف دو بريم كتساوي لنا زيرو باش نقلبو على النقط، على افاصل النقط اللي كتنعدم فيها اف دو بريم. اذا 4 جوج اكس زائد 1 ليكسبو ديال جوج اكس. اذا 4 في ليكسبو هادو اعداد دائما كيخلفوا الصفر، اذا شنو كيبقى لي؟ كيبقى لي بان هذا التعبير هذا كيساوي لنا صفر. اذا حنا نديرو التبديل، لان 4 ليكسبو ديال جوج اكس دائما اكبر قطعا من الصفر، يعني دائما اعداد موجبة قطعا يعني تخالف الصفر. اذا جوج اكس تساوي ناقص 1، اي ان اكس تساوي ناقص 1 على جوج. اذا اف دو بريم دو اكس تنعدم في اكس كتساوي لنا ناقص 1 على جوج، وتنعدم في ناقص 1 على جوج. وبما ان اذا ضروري خاص تكون كتنعدم وكتغير الاشاره، بما ان اف دو بريم تتغير اشارتها بجوار ناقص 1 على جوج، فان النقطه ولا المنحنى سي يقبل نقطة انعطاف أفصلها ناقص 1 على جوج. مثلا بغيت نحدد الأرسوب غندير اف ديال ناقص 1 على جوج. إذا هاد الجزء هذا كان ممكن نلخصو في الجدول، كيمكن لي ندير اف دو بريم. حنا قلنا إشارة اف دو بريم في هاد التعبير هذا هي إشارة جوج إكس زائد 1، لأن باقي العوامل الموجبة إذا كتنعاد في ناقص 1 على جوج. إذا على اليمين بلوس إشارة ديال جوج إكس زائد 1، على اليسار ناقص 1. إذا اف دو بريم تنعادم في ناقص 1 على جوج مع تغيير الإشارة بلوس موا. إذا في هاد الحالة فالسيف يقبل نقطة انعطاف. السؤال الموالي، أنشئ المستقيمين دلتا و تي والمنحنى سي في معلم متعامد ومنظم. إذا غادي نشئو المستقيمين دلتا و تي والمنحنى سي. إذا دلتا مستقيم، إذا أول حاجة كندير واحد المعلم، ننشئ معلم متعامد ومنظم. دلتا دلتا مستقيم كيساوي لنا إكري كيساوي لنا إكس زائد 1. إذا لإنشاء مستقيم فكنحددو نقطتين، يكفي تحديد نقطتين. إذا كنعطي الإكس قيمة صفر مثلا وكنلقى إكري، إذا إلى عودت إكس تساوي صفر غنلقى إكري كيساوي لنا 1. كنولي نعطي الإكس قيمة أخرى مخالفة للأولى مثلا ناقص 1، إذا إكري شنو كتساوي لنا؟ ناقص 1 زائد 1 أي تساوي صفر. وكنمثل صفر واحد، إذا صفر واحد ناقص واحد صفر، إذا ناقص واحد صفر
هاد النقطتين وكنرسم المستقيم دلتا. بنفس الطريقة كنحددو المستقيم تي. إذا تي كنعطي الإكس مثلا صفر، إذا صفر صفر، وكنعطي الإيكغيك مثلا كنعطي الإكس قيمة أخرى واحد واحد، إذا صفر صفر واحد واحد، وكنشوفو المستقيم تي. إذا لاحظوا هنا راه طلبوا مني نشأ المستقيم تي، لأن في الغالب تي هو مماس، وبالتالي في تمارين أخرى ما كنرسمش ملي كيكون عندنا مماس، فقط كنرسم الجزء جزء المماس اللي كيمر من داك النقطة ديال المماس. بحال دابا هنا كيكونوا مطلبوش مني مثلا رسم تي المستقيم تي، فكنرسم فقط هاد الجزء هذا، يعني هاد الجزء اللي كنحتاجو من المماس. الآن دابا المنحنى، إذا لتحديد المنحنى فضروري ما يكون عندي ملخص النتائج اللي توصلت ليها. إذا شنو هي هاد النتائج؟ نقاط التقاطع. إذا حنا صبغينا باش درسنا نقطة التقاطع ما بين دلتا و سي، إذا هاد النقطة مهمة. النقطة هي واحد على جوج، ثلاثة على جوج، واحد على جوج، ثلاثة على جوج، إذا هذه هي نقطة التقاطع، يعني من هنا المنحنى غادي يمر. كذلك الوضع النسبي، حنا لقينا بأن هنا واحد على جوج، إذا في هاد المجال دلتا أولا سي لقيناه تحت دلتا، يعني في هاد المكان هذا، وفي هاد المجال هذا لقيناه فوق دلتا، يعني هادي ناخدها بعين الاعتبار. الآن دابا المقاربات، إذا ناخدو الجدول، ففي الجدول لقينا بأن دالة تزايدية، يعني المنحنى غيكون تزايدي. إذا ناخدو هاد إذا لقينا بجوار مولا انفيني، لقينا بأن السي اف يقبل مقارب مائل معادلته يقدر كتساوينا اكس زائد واحد. إذا مقارب مائل يعني أن السي اف كاين قريب من هاد المستقيم هذا، إذا قريب ومتحس من المستقيم، إذا غيكون هنا قريب منه ومتحس منه، إذا غيكون هنا غادي يطلع، إذا غيمر من ناش غيمر من المماس، غيكون مماس، هذا هو المماس، يعني المنحنى غيدوز لهنا. إذا الدالة قلنا تزايدية وغادي يطلع لنقطة التقاطع. دابا واش غيمر منا؟ واش غيمشي في هاد الاتجاه ولا في هاد الاتجاه؟ إذا شكون اللي غادي يحدد لي المسار اللي غادي ياخد؟ لا ليميت بلوس انفين. إذا لقينا بأن سي اف بجوار بلوس انفيني تقبل فرعا شجميا في اتجاه محور الأراضي، يعني المنحنى كيطلع هاد الشكل هذا. طبيعة الحال الإنشاء الهندسي دائما تيكون إنشاء تقريبي، يعني في التصحيح كياخدو بعين الاعتبار، ما كياخدوش بعين الاعتبار داك الدقة اللازمة، فقط يكون شكل تقريبي للمنحنى، لأن ما يمكنليش ندير الشكل مضبوط كما هو 100%. إذا سؤال ست آلاف باستعمال مكاملة بالأجزاء بين لنا. إذا مكاملة بالأجزاء، إذا القاعدة العامة كتقول لنا التكامل من أل بي ديال أو في بريم ديال إكس كتساوي لنا أو في من أل بي ناقص التكامل ديال أو بريم في. المشكلة كتكون عندي في التكامل، إذا كيكون عندنا دالتين جداء دالتين، وحدة فيهم كنوضحها هي أو والأخرى كنوضحها هي في بريم. إذا فينا هي الدالة اللي غنوضحها أو وفينا هي اللي غنوضح في بريم. إذا كاين واحد الطريقة سهلة واحد التقنية كتمكنني من اختيار الدالة اللي غنوضحها كتساوي لنا U. إذا هاد الطريقة كتسمى ألبس، ألبس دونك هنا إلان، هذه إلان بوليدوم يعني حدودية، وهذه كتسمى ليكسبونونسيال. إذا بهذا الترتيب هذا، إذا إلا كنت عندي بولينوم وليكسبونونسيال فالبولينوم هي اللي كتوضع U والأخرى في بريم. إلا كانت عندي ألين أو بولينوم يعني حدودية مع الألين، فالحدودية هي اللي كنعطيها أو والأخرى اللي بقات كنعطيها في بريم. إذا دائما كنهتم بأو، إذا دائما بالترتيب منها. إذا حنا مثلا حنا عندنا حدودية بولينوم وعندي إكسبونونسيال، يعني هادو بجوج.
بولينوم اكسبونونسيال. اذا بي هي الاولى، اذا بي هي اللي غتاخد او، والاخرى غتاخد في بريم. اذا نضع او، اذا او اكس كتساوي لنا البولينوم يعني جوج اكس ناقص واحد، اذا في بريم كتساوي لنا الاكسبونونسيال ديال جوج اكس. اذا غنلقاو خصني نلقى او بريم الشقاق، اذا الشقاق ديال جوج اكس ناقص واحد اذا هو جوج، خصني نلقى الاصليه ديال في بريم. اذا الاصليه ديال او ا اكس هي واحد على ا او ا اكس، اذا واحد على جوج الاكسبو ديال جوج اكس. دابا غنطبقو القاعده، اذا التكامل من صفر واحد على جوج ديال جوج اكس ناقص واحد الاكسبونونسيال ديال جوج اكس دي اكس. اذا شنو قلنا؟ هو التكامل ديال او في، او في ناقص التكامل ديال او بريم في، او بريم في. اذا او في ناقص التكامل ديال او بريم في، اذا او في، اذا جوج اكس ناقص واحد مضروبه في واحد على جوج الاكسبو ديال جوج اكس من صفر لواحد على جوج ناقص تكامل ديال او بريم في، اي جوج في واحد على جوج الاكسبو ديال جوج اكس. اذا جوج واحد على جوج الاكسبو ديال جوج اكس دي دي اكس صفر واحد على جوج. اذا نبسطو هاد الكتابة، اذا غتولي اذا جوج اكس، اذا نحسبو هادي، اذا نعوضو، اذا جوج اكس اذا كنعوضو بواحد على جوج، اذا جوج في واحد على جوج ناقص واحد في واحد على جوج الاكسبو ديال جوج واحد على جوج ناقص، نعوضو دابا بالصفر، اذا جوج في صفر ناقص واحد واحد على جوج في الاكسبو ديال جوج في صفر ناقص. اذا هنا مشات جوج مع جوج بقات لنا التكامل ديال الاكسبو ديال جوج اكس. اذا الاصليه ديال الاكسبو جوج اكس قلنا هي واحد، اذا واحد على جوج الاكسبو ديال جوج اكس من صفر واحد على جوج. اذا حنا درنا اختزلنا بجوج بقات لنا التكامل ديال الاكسبو جوج اكس، والاصليه ديال هذه شنو هي؟ هي واحد على جوج الاكسبو جوج اكس. اذا دابا غادي نبسطو الكتابه، اذا جوج جوج على جوج هي واحد، اذا واحد ناقص واحد صفر، يعني هذا كامل مشى صفر، اذا ناقص جوج في صفر، اذا هي صفر، اذا ناقص ناقص واحد، اذا هي واحد، واحد في واحد على جوج اذا هي واحد على جوج في الاكسبو ديال صفر هي واحد، اذا كيبقى لينا هادشي كامل كيبقى لي واحد على جوج ناقص واحد على جوج. اذا غادي نعوضو كذلك، اذا واحد على جوج الاكسبو ديال جوج في واحد على جوج ناقص واحد على جوج في الاكسبو ديال جوج في صفر، اذا واحد على جوج ناقص، اذا هنا واحد على جوج، اذا هنا الاكسبو، اذا هنا الاكسبو جوج على جوج هي واحد، اذا الاكسبو ديال واحد ناقص، اذا واحد على جوج الاكسبو ديال صفر هي واحد، اذا ناقص واحد على جوج. اذا واحد على جوج نحيد الاقواس، ناقص واحد على جوج او زائد واحد على جوج، اذا واحد على جوج زائد واحد على جوج هي واحد ناقص، اذا واحد على جوج او، اذا هي او على جوج. دابا السؤال الثاني، بين ان مساحه حيز المستوى المحصور بين المنحنى سي والمستقيم دي للمماس للمنحنى سي والمستقيمين الذين معادلتهما
اكس كتساوي لنا صفر واكس كتساوي واحد على جوج هي سناقص جوج او سنتيمتر كاري. اذا غادي نحسبوا مساحه حيز مستوى، اذا لتكون ا مساحه حيز مستوى المحصور بين استوى تي والمستقيمين اكس كتساوي صفر واكس كتساوي لنا واحد على جوج. اذا مبدئيا فالحيز هو هذا اللي مرسوم بهذا اللون هذا الموف. اذا عندنا المستقيمين اكس كتساوي لنا صفر هو محور الاراتيب، واكس كتساوي واحد على جوج هو هذا المستقيم هذا، ومماس تي هو هذا، والمنحنى اذا كيبقى لنا هذا الحيز هذا. اذا القاعده العامه شنو كتقول؟ اذا التكامل من صفر لواحد على جوج القيمة المطلقة ديالاش. إذا عندنا التكامل الحيز المحصور بين المنحنى سوى تي، إذا اف دو اكس ناقص إيكغيك، اف دو اكس ناقص إيكغيك. إذا حنا لقينا بأن إيكغيك شنو كتساوي؟ كتساوي لنا هي اكس. إذا اف لي اكس ناقص اكس، إذا دي ديال اكس يو في ولا يو ا، يعني لينيتي ديال ار، لان حنا كنحسبوا المساحه وبالتالي غتكون بوحده المساحه. ديال اف التالي عاد نحسبوها. اذا هذيك القيمه المطلقه خصنا نحيدها. اذا مبدئيا غادي نشوف كيبان لي بان السي اف يوجد فوق المستقيم، يعني السي اف فوق شنو كيعني؟ كيعني بان اف لي اكس راه اكبر من اكس. اذا السي اف فوق المماس، اذا اف لي اكس كبر من اكس، يعني اف لي اكس ناقص اكس موجبه. اذا تكامل ديال اف لي اكس ناقص اكس دي ديال اكس. دابا غادي نديرو التعويض، نعوضو اف لي اكس بالقيمه ديالها. اذا جوج اكس ناقص واحد ليكسبو ديال جوج اكس دي زائد اكس زائد واحد. اذا هنا نحيدو هاد الاقواس، اذا زائد واحد ناقص اكس دي ديال اكس. اذا هنا او ديال ا دائما نكسبوها او ديال ا. اذا اكس مشات مع اكس بقات لي تكامل ديال زيرو واحد على جوج، جوج اكس ناقص واحد ليكس بو ديال جوج اكس زائد واحد. اذا دي ديال اكس او ا. اذا هادي غنكتبها على هاد الشكل هذا، واحد على جوج. اذا جوج اكس ناقص واحد ليكس بو ديال جوج اكس دي ديال اكس او ا زائد واحد. اذا التكامل ديال واحد دي ديال اكس، اذا ديال دي ديال اكس من صفر واحد على جوج او ديال ا. اذا هذا التكامل هذا محسوب عندي في السؤال السابق، كيبقى لنا نحسبوا هذا التكامل هذا. اذا هذاك التكامل شنو غادي يساوي؟ اذا ا تساوي ماذا؟ اذا التكامل السابق حسبناه ولقيناه كيساوي واحد ناقص او على جوج او ديال ا. وهذاك التكامل اذا حنا عندنا الداله الاصليه ديال واحد هي اكس، اذا اكس صفر واحد على جوج او ديال ا. اذا واحد ناقص او على جوج، هاد او يمكن نكتبها في التالي ماشي مشكل. اذا واحد على جوج ناقص صفر، اذا هي واحد على جوج، اذا واحد على جوج او ديال ا. اذا شنو غادي ندير؟ اذا هي واحد ناقص او على جوج زائد واحد على جوج او ديال ا. اذا واحد زائد واحد على جوج، اذا هي ثلاثة على جوج، ثلاثة على جوج ناقص او على جوج. اذا دابا خصني نحسب او ديال ا. شنو هي هاد او ديال ا؟ U ديال A هي لينيتي دار، U ديال A هي لينيتي دار. إذا كتساوي لنا المنظم ديال إي،
مضروبة في المنظم ديال جي. المنظم ديال هو عطينا في المعطيات في الجزء الثاني، قال لك ليكون السلم المنحنى الممثل لاف في معلم متعامد منظم. دائما خصني ننتبه واش عاطيني اي ولا ما عاطينناش. اذا هنا عاطينا اي، المنظم ديال اي كيساوي المنظم ديال جي كيساوي لنا 2 سنتيمتر. اذا شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 2 سنتيمتر مضروبه في 2 سنتيمتر، يعني 4 سنتيمتر اوكار. اذا غادي نعوض اي ديال ا بالقيمه ديالها. احيانا في الامتحان ما تعطيوناش اي، تعطيوناش المنظمة اي والمنظمة جي، هنا كنخليها اي ديال ا نعوضهاش. اذا ا شنو كتساوي؟ 3 على 2 ناقص او على 2 مضروبه في 4 سنتيمتر كاري. اذا كيمكن لي نختزل هنا، اذا 3 ناقص او على 2 في 4 سنتيمتر كاري. اذا كنختزل بجوج يبقى لي 2 عامل 3 ناقص او سنتيمتر كاري. اذا الا درنا النشر خاص تكون 2 × 3 = 6 ناقص 2 او سنتيمتر او كاري.